النبي صلى الله عليه وسلم قاطع مجزوم به حتى نقول أنه يقعد ويؤصل عليه، لكنما هو من باب الاستقراء جمعا بين كل هذه الآيات. فقلنا غالبا يسألونك يكون السؤال أصالة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لأمر عارض يعرض إليهم فيسألون عليه، مثاله يسألونك عن الخمر والميسر، مثالهم سيأتي معنا في مواطن أخرى، يسألونك عن الأنفال، يسألونك عن الشهر الحرام. قلنا ويسألونك إنما هو لأمر أصل السؤال فيه إما بشبهة تولدت من أهل الكتاب من النصارى أو اليهود أو من الكفار، أو لسؤال أصله ليس من المسلم، مثاله ويسألونك عن المحيض. سيأتي معنا في أسباب النزول في هذه الآية فنجد أن أصل هذا الموضوع إنما هو لأمر تولد نتيجة نتيجة المساكنة الله يزخر التي حدثت بين المسلمين وبين أهل الكتاب، وما كان الصحابة يرونه من إيش؟ من ما يفعله اليهود، أن المرأة عندهم إذا حاضت لا تؤكل ولا تشارب ولا تجالس، وإن مست شيئا قطعوه، فهذا أثر فيهم. ولذلك أيها الكرام الفضلاء، المشاكلة، المجانسة، المساكنة، كل هذه أشياء تؤثر الإنسان. ابن ماذا؟ ابن بيئته، فيتأثر بالمساكنة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عند أبي داود يقول أنا بريء ممن رضي بالعيش بين ظهراني الكفار. لماذا؟ الآن تأتينا أسئلة من الشباب الذين يعني شباب في بلغاريا وشباب في السويد، شباب في إنجلترا، شباب في بلجيكا، شباب في فرنسا، إلى غير ذلك من مثل هذه الأمور، مثل هذه الأشياء، يقولوا بيجيبون الخمر لحد الباب عندنا إلى غير ذلك. طيب هل أهنيهم ولا ما أهنيهم؟ أقول لهم هابي نيو كريسمس ولا ما أقول لهم هابي نيو كريسمس؟ حتى هناك مقطع انتشر للدكتور بروفيسور عبد الله بن بيا يقول فيه أنه لا بأس من تهنئة من الكفار في أعيادهم في الكريسماس. الشيخ عبد الله بن بيا قامة علمية، لكنه في هذا القول مخطئ. والمشكلة الكبيرة كذلك أنه عزى هذا لمين؟ لشيخ الإسلام بن تيمية، وقال لقد نقله عنه البعلي في الفروع أو وتصحيح الفروع، ونقله عنه المرداوي في الإنصاف. نقول البحث العلمي ماذا يقول؟ أنت الآن جزاك الله خير تبحث بحثا علميا، حتكون طالب إن شاء الله، طالب ماجستير، طالب دكتوراه. البحث العلمي ماذا يقول؟ يقول عليك إن أتاك قول منقول نقله شيخ عن شيخ عليك أن ترجع لأصل مصنفات مين؟ الشيخ. الكلام ليه؟ لأن هذا الكلام ربما يكون هو فهم الإمام البعلي ليش؟ لكلام شيخ الإسلام بن تيمية، صح ولا لا؟ هو فهم أن شيخ ابن الإسلام بن تيمية كأنه يرى بماذا؟ بجواز التهنئة. لكن لما أتي لأحرر النزاع يبقى لابد أرجع وأخذ القول الذي قاله من؟ شيخ الإسلام. ليه؟ لأن هو إيش قال؟ قال وأجمع المسلمون في الفروع وفي الإنصاف، وأجمع المسلمون على تحريم تهنئة الكفار إلا ما كان لمصلحة راجحة رجاء دخولهم في الإسلام، وهذا اختيار شيخنا، وهذا اختيار شيخنا. فطار بها من طار، قال لك شوف شيخ الإسلام تيمية، نقول له لا، كلام غير صحيح. لما نأتي الآن نحرر هذا الموطن نرجع لمصنفات مين؟ شيخ الإسلام في مجموعة إيش؟ الفتاوى، وفي اقتضاء الصراط المستقيم بمخالفة أصحاب الجحيم. في هذه الحالة لما نلقى أن الشيخ يقول هالكلام نقول هذا اختيار، نقول هذا هو كلام مين؟ شيخ الإسلام. ولذلك أيها الكرام الفضلاء، طلبة الماجستير وطلبة الدكتوراه عندهم من العناوين يقول لك مثلا استدراكات فلان على فلان،
استدراكات فلان على فلان. يعني لما يأتي الآن طالب يريد أن يحقق مثلا كتاب الفروع للإمام البعلي رحمة الله عليه، لما يرجع له سيأتي هنا ويعترض على مين؟ على الإمام البعلي، يقول وهذا ليس اختيار من؟ ليس اختيار شيخ الإسلام، لأنه قال في مجموع الفتاوى كذا، وقال في اقتضاء الصراط المستقيم كذا. يقول شيخ الإسلام لا يرى بتهنئتهم، بل يقول ولا يرى أن يبيع لهم ولا قنديلا ولا زيتا يوقد به في يوم ماذا؟ في يوم عيده. ومن فعل ذلك ومشارك معهم في ماذا؟ في باطلهم. ثم ساق ما قاله عمر لا تدخلون عليهم فإن السخطة تتنزل عليهم. وجه الدلالة أيها الكرام الفضلات، كان هذه الشبهة التي هي من الكفار ومن أفعالهم أثرت في من؟ في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لأنهم كانوا يرون أن أهل الكتاب وأن اليهود بالنسبة لهم إيش؟ قدوة، اللي سووه حنا إيش؟ نفعله، ما يفعلون نحن ماذا؟ نحن نفعله، ما يقومون به نحن. حتى لدرجة أنهم لما كانوا يأتون للنبي عليه الصلاة والسلام ويقولون راعنا يا محمد، كان الصحابة كمان إيش يقولوا إيش؟ راعنا. فربنا قال لهم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا للكافرين عذاب أليم، لأنهم يقصدون براعنا يعني يا أرعن. فهذه لفظة موهمة، لفظة إيش؟ موهمة، ظاهرها باللغة العربية يعني راعنا انتبه لنا، يعني خد بالك مني، لكن هم يقصدون بها كلمة راعين عندهم في لغتهم يعني يا إيش؟ يا أرعن. الله قال لهم لا. وهذا من فوائده، ولذلك سبحان الله شيء عجيب، هذا أول نداء لأهل الإيمان في القرآن. عدد نداءات أهل الإيمان في القرآن 90 نداء، تبدأ بقوله يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، وتنتهي يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وكأن الله عز وجل يقول لك أيها المؤمن أنت بين أمرين مهمين، أن تحرر الألفاظ والمصطلحات. يعني بعض الناس يقول لك المسيحيين غلط، يقول لك الإسرائيليين غلط. هل ورد في القرآن والسنة وفي كلام أهل العلم من المتقدمين، لا أتكلم على المتأخرين، هل ورد أن لما يتكلموا كانوا على النصارى كانوا يقولوا المسيحيين؟ هل لما كان ورد يتكلموا عن اليهود كان يقول لك إسرائيليين؟ هل هذه لغة القرآن؟ هل هذه ألفاظ إيش السنة؟ لا. فلذلك تحرير الألفاظ مهم جدا، لدرجة أنه حتى في التحية، حتى في التحية زي بعض الناس صباح الخير مساء الخير بونجور، ها بعدين يقول لك برب، هي برب ده أبو لهب يعني بير هاي الباك، أرجع لك بعدين ما شاء الله تتولد تحت برج إيفل، يعني ما شاء الله يعني مولود تحت برج إيفل، أنت حتى إيه بي سي ما تعرفها. مثل واحد سافر إلى إنجلترا قالوا له عليك تحفظ 3 كلمات يس نو أوكي. لما راح وصل هناك بس أي حاجة يس نو أوكي ورا بعض، يعني لو أول لو جات 3 أسئلة متتابعة يس السؤال الأول إجابته، الثاني نو، الثالث أوكي. فسبحان الله ابتلاه الله بجريمة قتل، وطبعا هو فيه نخوة بلاده سبحان الله من بلد من بلاد المسلمين. فجلس واقف كده لين جلس الشرطة، Are you kill him? Yes. Anybody see you? No. Go to prison. Okay. أيوة خلاص أنت قتلته. قال له ما أيوة، هو أصلا هو فاهم السؤال مش فاهم السؤال أصلا، ما هوش فاهم السؤال أصلا، لكن هو حفظ كده. قال له شوف ستذهب لبلاد الإفرنجي هدول 3 حاجات تكون حافظها Yes No Okay، إذا جاتك 3 أسئلة وراء بعض. وخذوا من القصص المعاصرة التي حكاها لي صاحبها نفسه، يقول رحنا إلى أندونيسيا أنا وخوي، وقال احنا طبعا خدنا دورة لغة إنجليزية عند أحد طلبة العلم وكذا، وقال يا جماعة أنتم مسافرين؟ قالوا احنا رايحين أندونيسيا. قالوا خلاص طبقوا إيش اللي احنا خدناه في الدورة، يعني حاولوا تكلموا تهرجوهم بإيش بالإنجليزي. قام أخونا الأول
أدوله تشيك في الجواز ودخل وهو فبيسألوا مين؟ فبيسألوا موظف الجوازات. ده سؤال موجود في اندونيسيا عادي، يقول لك أنت رجل أعمال ولا داخل عادي؟ إذا كنت داخل رجل أعمال بتدفع أظن $100. فسألوا Are you businessman؟ قال لهم yes yes yes. ليه؟ هو تذكرته بيزنس كلاس، التذكرة بتاعته درجة رجال أعمال. فقال لك بس هذا بيقول لي بيزنس مان يعني تذكرتك. قال له يس يس. قال له خلاص ادفع $100. قال له نو. وبعدين ورد قال له يا أخي هذا معايا، هذا معايا دي اللي هو أخوي ليش اللي مشى. قال له أعوذ بالله منك بتورطني. قال فراح جابوني ويبغوا يتكلموا معي. قال لهم والله انا ما اتكلمش، انا عربي عربيك عربيك في عربيك. قال لين جابوا لنا مترجم وكذا. ايش بكم؟ قال والله يا اخي ده بزنس كلاس، هذا درجه رجال اعمال. هو فهم انه بيقولوا انت رجل ايش اعمال. فاحيانا اخي المبارك مثل هالاشياء تورطك، فلا تتفلسف الله يرضى عليك، لا تتفلسف. اللي تعرفه تقول، ما تعرفه يجيبوا لك مترجم، هم مطالبون انه يجيبوا لك ايش مترجم. حتى يقول العلماء وإن الكلام بغير لغة العربي في غير موطنها فسق، وكان الشيخ الإسلام يثرب على ذلك كثيرا. بعض الناس كل كلام وكذا لازم، بالذات لما إذا راح بحث ورجع فيبغى يطقطق على أولاد الحارة اللي كانوا معاه في أيام التمييز والفول والمعصوب. سبحان الله، خلاص الولد دحين وكل ما هو جالس عندنا في أمريكا، يا ولد عندنا في إنجلترا، عندنا في، يا ابني أنت لسه أول أمس ماشي مالك 4 شهور، بقى على طول عندنا في أمريكا زي اللي سوى نفس الولد. خلاص سبحان الله، كأنه يعني تولد في أمريكا على طول جنب في المسيسيبي هناك. عندنا في أمريكا، عندنا في أمريكا، ها مش عارفين. والله بنصحى الصبح انت عارف أبلز أبلز يس لايك ذيس لايك ذيس يا واد لايك ذيس كمان ها وإلى غير ذلك. حترجع لنا تانية، هترجع تاني، هتكمل كل هذا 4 سنين وحنشوفك هنا تاني. حنذكرك بأيام التمييز والمعصوب وال ايش يسموها العريكة والأشياء دي كلها. تفضل شيخنا. قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثني زهير بن حرب يا سلام قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا، قلنا عبد الرحمن بن مهدي هذا سبحان الله إذا جرح رجلا مع يحيى بن معين فإن جرحه لا يندمل رحمة الله عليه. عبد الرحمن بن أهدي أسن من الشافعي، لكن يرسل رسالة للشافعي يقول يا أستاذ الأساتيذ لو تكتب لنا رسالة في أصول الفقه. فرح كتب كتاب إيش؟ كتاب الرسالة الأم، كتاب حديث الأم. قال هو رواية الشافعي للموطأ هكذا يقول، لكن الرسالة ده في أصول الفقه. عشان كده شحرور العبيط، ها شحرور العبيط كان يقول إيش؟ يقول أنا كتاب الرسالة ده لابد أنكم تشيلوه. شالك ربنا وريحنا منك، شيل كتاب الرسالة. أنت جاهل، أنت لا تحسن أن تقرأ القرآن، ما يعرف يقرأ القرآن، ما يحسن أن يقرأ آية واحدة. والله يا إخوان فمثل هذا يتكلم في دين الله عز وجل، نسأل الله العافية والسلام. نعم. قال حدثنا حماد بن سلمة يا سلام قال حدثنا ثابت ثابت البناني عن أنس هذا سند الصحيح، هذه أسانيد الرجال، هذول كل رجال الصحيح. نعم. أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة، شوف الآن الشبهة اللي انغرست. لذلك أخي الحبيب يعني لا تأمن مثل هالأمور أنت، كثرة يقول لك كثرة المساس تذهب الإحساس، وأنت جالس أغلب وقتك مع أهل بدع، أو جالس أغلب وقتك والعياذ بالله مع أهل باطل. أحد الناس عندنا بث مباشر احنا في تفسير الاحلام، راى رؤيا قبل كده، وهذا سبحان الله اخ ده ما شاء الله رؤى كثيره، يعني اذا جينا في البث يمسك كل الرؤى له. وحذرته قبل كده اياك من الدجاجه، قال لا 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 انا ابدا. اليوم وقع بلسانه وجاب رؤيا فيها دجاجه. قلت له اما كنت حذرتك قبل ذلك؟ يسال سؤال يعني ما حكم السماع الى، وهذه الان احنا الان في ختام السنة الجريجورية وبداية السنة الجديدة، كثير من القنوات الفاجرة والعياذ بالله تبدأ تنشر إيش برامج ما يسمى إيش، يقول لك برامج عملية التوقع ليش للسنة الجديدة.
قال صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود وغيره: من أتى كاهنا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. مجرد أنك أنت تقعد تقرأ في حظك اليوم وطالعك اليوم، مجرد قراية بس 40 يوم صلاتك، طيب هل معناها لم تقبل له صلاة أنه ما يصلي؟ لا يصلي، لكن ما له أجر. فإن صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. طيب هل أنك أنت تأمل على نفسك بهذه الشبهة واللي أنت دخلت فيها إن ما يجي بكرة النهار يحصل عندك تصديق؟ ها؟ هل تأمن على نفسك ذلك؟ ما تأمن على نفسك ذلك. فلذلك قالوا: حسبك من سعدة وجارتها ألا تمر بواد من بواديها. خلها بعيد، خلاص ابعد عنها أنت الأمور هذه وتركها. أما أنك أنت تفتح لنفسك نافذة الشبهات فلا بد أن تسقط عليك فتكسر رأسك، لا بد أن تسقط عليك. زي أيضا من ضمن الرؤى التي مرة سبحان الله، واحد من الناس يقول: أرى ماء ساخن يصب على رأسي وعلى إيدي. والله يعني سبحان الله في البث يعني تولدت أشياء كثيرة في مواعظ، ناس انتفعت إن شاء الله عز وجل. الماء الساخن اللي في رأس شبهات، واليد السخنة النار اللي بتدي على إيده شهوات شغال فيها على إيش؟ على الكيبورد وعلى الجوالات إلى غير ذلك. فتنتبهوا لمثل هذه الأمور أيها الكرام الفضلاء، تنتبهوا تماما يا رعاكم الله، لأن الآن الوضع أصبح يعني من الصعوبة بمكان. الله هو الرقيب عليك، لا أبوك فضيلة يقعد يعمل لك سبايز على طول وحاطك تحت الانسبكتورز وتحت الكشاف، ولا مدرسك، ولا الله هو الرقيب عليك. إذا ما خلوت الدهر يوما لا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا ما تفعله عنه يغيب، لهون لعمر حتى تتابع الذنوب عليه نذم. الله هو الرقيب عليك. اتصل بي أحد الناس أمس، اسمع سبحان الله لها الأمور، قبل 8 سنوات كان راكب مع خوية في السيارة وانقلب، وهو كان الذي يقود السيارة، فانقلبت السيارة فمات صاحبه، كان عمره في ذلك الزمان 23 سنة، الآن عمره 31 أو 32 سنة. منذ ذلك الوقت سبحان الله وهو ما تزوج، حالة نفسية صعبة، محطم معقد، مع أنه موظف وظيفة جيدة، لكن يقول إذا تذكرت هذا الموقف أوقف السيارة في أي مكان وأكمل على رجولي لين البيت، أخاف أنها إيش؟ شفت الفوبيا وصلت لفين؟ قال أبغى أخرج من هذا، 8 سنوات وأنا في هذا الضنك، أبغى خلاص أنا تعبت، أبغى إيش حياتي، أبغى أتزوج، أبغى يعني أعمل لي بيت إلى غير ذلك. أول سؤال قيل له: القتل الخطأ فيه الدية والكفارة؟ قالوا: الدية سمح أهلها، الكفارة قال حتى الآن ما صمت، صيام 2 شهر متتابعين. قلنا طيب هذه واحدة تجيبها إن شاء الله. الأمر الثاني: تدخين، قال أدخن. صلاة، إذا صح أصلي، حلوة دي والله ما شاء الله، إذا صح تصلي. طب ينفع جزاك الله خير إذا صح أروح العمل؟ ينفع إذا صح أروح العمل، نايم خلاص بقى كب العمل. لذلك أحد الناس يقول سبحان الله، يقول أنا أعمل مندوب سيلز ريبريزنتاتيف، مندوب مبيعات، ويقول سبحان الله الفجر أنام عنه كده عادي وكذا، يقول لكن في مرة اتصلوا بي الساعة، كنت راجع من العمل ما في 2 3 ساعات إلا اتصلوا بي، لابد تنزل الآن، نبغاك الآن. أطالع في الساعة 4، قال نزلت نشيط ما بي ولا شيء. قال فندمت مع نفسي، قلت سبحان الله، ثم تتكاسل عن صلاة إيش؟ الفجر، بحجة إن إحنا رجعين من العمل إيش؟ متعبين ولا كذا. قال وش اللي صحاك الآن؟ عشان وراك فلوس، ولو ما نزلت ها سيتم مجازاتك. أحد الشباب منزل برامج كده سبحان الله اللي تضع لك آخر ظهور من أيام الهكسوس، آخر ظهور من إيش؟ من زمان موجود هذه البرامج في الأندرويد والأبلز، يديك كده تنزل برامج في الواتساب، ما أول حاجة ما يطلع لك ظهور عليكم السلام وبركاته، أو يديك آخر ظهور إيش؟ متأخر، وكلاهما تدليس. فسألني سؤال أجبت عليه وبكتب آخر ظهور 18 مش عارف
الشهر اللي فات. قلت لي ابن الله يرضى عليك شيل البرامج هذه. قال ابشر يا شيخ. قال لكن عندنا وجه الدلالة على قصتنا التي نحن فيها. قال يا شيخ المشكلة عندنا مدير في العمل إذا شافك في الواتس وقت الظهور يستدعيك إن شاء الله لو الساعة 3 صباحا. قال عشان كده احنا نبغى ايش نشرد منه. طيب والله عز وجل يستدعيك في أوقات محددة، الصبح معروف الساعة 5:30، الظهر الساعة 12:30، العصر الساعة كذا، المغرب العشاء، ومع ذلك ننام ونتكاسل ونتهاون ونتساهل. قلت له أخي الحبيب الدخان تبطله. آخر مرة قلت له دعيت لخويك متى؟ قال ماني متذكر. خويك اللي كان معاك زاك الله خير وأهله قالوا ما نبغى شيء روح، يعني احنا مسامحين قضاء الله وقدره. قلت له حجيت؟ قال لا والله ما حجيت. قلت له كم باقي وانا اخوك؟ عمرك 32 سنه الان، متى بتحج وانت يا من اهل البلاء يعني قريب من هنا ما انك مكان بعيد؟ طب قلت له حججت عن خويك؟ قال لا والله، لانه لما حصل الحادث هذا كان عمره كم؟ 23، يعني مع خيل يا شجره. الله يعافينا واياكم ويسرنا واياكم. قلت له طيب يا أخي إنك أنت إن لم تحج طلع لوجه الله، طالما وظيفتك جيدة من يحج عن مين؟ عن خويك هذا. عشان كده يا إخوان أنا أقول لكم والله فعلا، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. تلقى بعض الناس طالع سبحان الله فين حج عن فلان؟ خوينا كان معانا في التحفيظ، كان معانا في الجامعة، كان كذا، لوجه الله طالع كذا يحج لوجه الله عن فلان، ولا حد طالبه فين بحج عن عمي، فين بحج عن خاله، والله بحج عن جارنا. يا رجل الشيخنا الشيخ صالح علي الشيخ المفتي العام يقول حججت عن الإمام النووي وعن الإمام المنذري. قالوا طيب المنذري ليش؟ قال لأني تفقهت الخطابة على كتابه الترغيب والترهيب. كتاب ماتع، كتاب عجيب، ترغيب والترهيب، موجود 5 مجلدات، طبعت دار المعارف في الرياض، 3 صحيح و2 ضعيف للشيخ ايش؟ الشيخ الألباني، وكل موجود مجلد واحد للشيخ مشهور حسن آل سلمان، جمع الشيخ مشهور حسن مجلد واحد ابو 35 ريال. والنووي قال لما ألف من رياض الصالحين ومما ألف من الأربعين النووية ومن ألف من مثل هالكتب. شوف سبحان الله، انظر، هذه الصحبة الصالحة. الإخوة احتروا رجعوا لكم المكيف كما كان. تفضل. أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها ولم يجامعوهن في البيوت. إيش معنى لم يجامعوهن في البيوت؟ يعني ما تقعدش مع بيت واحد. ثم تجد من حمق المسلمين من يتبعهم. ومن الشيء العجيب إن الذين ينامون عن ليلة القدر ويقول طفشتون تهجد تراويحهم الذين كانوا سهرانين في ليلة إيش؟ في ليلة الكريسماس. وكما قال الشيخ الخضير والحرمان لا آخر له. الله لا يحرمنا وياكم. الحرمان ما له آخر، الحرمان ما له آخر. نفس الله غدا استسقاء إن شاء الله، ولي الأمر دعا إلى صلاة الاستسقاء، فدونكم الله يجزاكم خير، حتى في الإخوان اللي عندهم اختبارات في المدارس أيضا في صلاة استسقاء. نعم. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انظر سألوا لماذا لهذه الشبهة ليش الموجودة إذن، وغالبها من إما كما قلنا إما بشبهة أو بسؤال أصله من خارج إيش المسلمين ساكرين معاهم. تأتيك أسئلة من فين؟ من أوروبا وكذا، الخنزير وكذا. واحد من الشباب أرسل سؤال يا شيخ لو أنا جعان 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 ما في غير خنزير آكل. فقلت له لراعي السؤال قلت له هذا مين؟ قال ده واحد رايح سايح. قلت له سايح ولا صايع هذا؟ جعان جعان تأكل، احنا قلنا بتموت لو بتموت ها فمن طول غير باغ ولا عاد، أما جعان جعان وانت رايح سايح تتمشى إلى غير ذلك مثل هالأمور، تتساهل في مثل هالأمور وأنا أخوك.
الله يسترنا ويعافينا وإياكم يا أخوان. عشان كده لما تجد حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنا بريء ممن رضي بالعيش بين ظهراني الكفار، لأنه يبدأ ينسل دينه شعرة شعرة حتى لا يبقى له بعد ذلك إيش شيء. يا رجل عمر بن الخطاب كما في محض الصواب لابن عبد الهادي ومناقب ابن الجوزي لما فتحت بلاد الشام وذهب لكي يأخذ مفاتيح بيت المقدس، فوجدهم أنهم لبسوا لباسا يشبه لباس أهل الشام، لكن ما في إسبال ما في حرير ما في أشياء مخالفة، فحصبهم رماهم بالحجارة. قال غيرتكم ما أسرع ما غيرتكم الشام، احنا لسه نقول لكم كم شهر في الفتح. قالوا والله ما تغيرنا. وتكلم على مين؟ جزاك الله خير. تتكلم على أبي عبيدة عامر بن الجراح أبي هذه الأمة، لما دخل عمر إليه ما وجد غير ركوة، يعني قربة فيها ماء وفراش بالي، فقال ما هذا يا أبا عبيدة؟ قال هذا يبلغنا المقيري، وإن صاحب الدار لا يصبر علينا، احنا ما نجلسين العمر كله فيها. تكلم على سعد بن أبي وقاص مجاب الدعوة أول من رمى بسهم في الإسلام، تتكلم عن خالد بن الوليد سيف الله وسيف رسوله عليه الصلاة والسلام، ويقول لهم ما أسرع ما غيرتكم الشام. قال والله ما تغيرنا يا أمير المؤمنين، ولكننا لبسنا هذا ليهابونا، عشان يخافون مننا بس، لكن ما في لا حرير لا إسبال لا شيء لا أي حاجة، لا ما زلنا نحن الذين عرفتنا أبدا. فيقول لأبي عبيدة خذني إلى بيتك، فلما يأخذه يرى هل أثاث وكذا، فيقول كلنا غيرتنا الدنيا إلا أنت يا أبا عبيدة. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي، هذا من فوائده، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السؤال لا يذهب لكل من هب ودب، ما يأتي السؤال لكل أحد، إنما يسأل أهل العلم الذين شهد لهم الناس بالعلم، كما قال ابن سيرين عند الترمذي إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. ما يسأل كل أحد أيها الكرام الفضلاء، ويحفظ للناس منازلهم، يظل الإمام إماما والواعظ واعظا والخطيب خطيبا وقارئ القرآن معلم التحفيظ معلما، ويبقى المفتي مفتيا. هذه مقامات محفوظة، مثل ما عندنا المهندس وعندنا الطبيب وعندنا حتى في تخصص الهندسة نفسه تجد هناك تخصصات أخرى، هندسة ميكانيكس وهندسة عمارية أو هندسة معمارية، والصواب أن نقول الهندسة العمارية وليس الهندسة المعمارية، وهذه هندسة مدنية وهكذا. فلا، لماذا عند موضوع الأمور الدينية كل من هب ودبش أن يسأل؟ حتى يقول أحد الناس أتيت بعمرة وكنت أصلع، فرأيت رجل عليه سيام الخير، فقلت له يا أخي الحلق أو التقصير وأنا أصلع؟ قال خذ من لحيتك. واحد تاني يقول انتقض وضوئي وأنا في الشوط الثالث، فسألت واحد ماذا أفعل؟ قال له ارجع ريوس، ارجع ريوس ثلاث أشواط وروح بعدين توضى وتعال. وليش هذا طيب؟ وليش هذا؟ تلبيكة سيارة هي، جزاك الله خير. فمو كل أحد يسأل يا أحباب، الله يرضى عليكم، مو كل أحد يسأل. نعم، وكان السلف يسافرون الليالي ذوات العدد ليسألوا، الرحلة في طلب الحديث. نعم، كما في رحلة جابر بن عبد الله لعبد الله بن أنيس من المدينة لعريش مصر 30 يوم شهر. نعم. فأنزل
فأنزل الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فقط هذا فقط أن تعتزل النساء، بمعنى أن تعتزل جماعهن. لكن تقول عائشة، تقول ما قرأ ما نزل تقول كان النبي يذكر الله على جميع أحيانهم، وكان يقرأ القرآن في حجري وأنا حائض، ويأمرها أن تتزر بثوب فيباشرها، إنما المنهي عنه من السورة إلى الركبة، أما ما دون ذلك ما في شيء. فلن تجد دينا ولا شريعة أنصفت المرأة في منشطها ومكرهها وراعت جانبها النفسي مثل شريعة إيش؟ الإسلام. لأن فترة البيريود أو فترة الحيض عند المرأة هي فترة تتغير فيها نفسيا وسيكولوجيا، والدماء الذي تنزل منها تغير من مزاجها، فتكون أقرب للعاطفة ولمن يأخذ بماذا؟ بيدها، ليس لمن يعاملها معاملة سلبية سيئة تزيد التأثير السلبي على حياتها، فلا يؤكلها ولا يشاربها ولا يجلس معها في مكان، وإن مست شيئا قطعته. نعم. فالذي يريد أن يبحث عن الرومانسية، ترى الرومانسية ما هي عند مادونا ولا عند هذه الأسماء التي تنقض الوضوء والإيمان، تبغى الرومانسية الصحيحة تجدها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجدها في القرآن، تجدها في السنة. لما يدخل على عائشة في سرف النوارية في رحلة الحج العصماء النجباء، فيجدها تبكي، قال: ما بالك أنا فستي. ولذلك سبحان الله النفاس أخذ من النفس، لأن فعل المرأة تتنفس الصعداء. ولذلك اللي عنده نساء وعنده بنات وكذا، يمكن البنات ما تشعر أنت بحيضهن، لكن زوجتك تريدها فعلا لما تأتي وقت الدورة وما تنزل، المرأة تنتفخ وتكون في قمة الحالة البدنية السيئة والنفسية، أول ما ينزل منها هذا الدم تبدأ إيش؟ سمي بذلك النفاس، تتنفس بخروج هذا الدم ليش؟ هذا الدم الفاسد. مثاله بالضبط جزاك الله خير، مثل ما يكون عندك دمل مليء بالجراثيم طول ما هو موجود في جسدك، وإيش تشعر؟ بالضيق. أول ما ينسموا لك إياه، ينفسوا لك إياه ويذهب، أي نعم تتألم في بداية، لكن بعدين إيش؟ تقول يا أخي كأن جبل شال من علي، والله هو دمل صغير ما فيه غير كم أقل من الملي من المادة الصليب، فلذلك سمي النفاس بذلك. قالت: نعم. قال: ذاك شيء كتبه الله على بناتي آدم. ما زعليش نفسك، مو قال لا بس خلاص بقى، لا ناكل لا نشرب لا شوفي لك مكان ثاني، لا تحجي معنا إلى غير ذلك. شوف النبي عليه الصلاة والسلام، ومرة تقوم تحيض بعدين مين؟ صفية. يا الله، إحدى النساء، واحدة تحيض في أول الحج والثانية تحيض في آخر الحج. يا الله، شوف. وبعض الناس اللي قام أخذ معه حرمة ولا بناته للعمرة، أحط أخرب بيتك وبيت يومك، أعوذ منكم، أنت أصلا كده طفشتونا، وأصلا قلت لكم أنا من أول تزعوا في البيت ما تجيب. يا أخي علمها المرأة أن تشترط، فإن حبسني حابس محلي حيث حبسني، تعلم أنها تشترط، فإن نزل عليها ذلك رجع ثم عليك ضرر. فالمهم قالوا: حاضت صفية. قال: أحابستنا هي؟ قالت عائشة: ولكن طافت الإفاضة يا رسول الله. قال: فلتنفر إذن، خلاص ما علينا شيء، فخفف عن الحائض والنفساء، أعني طواف الوداع. شوف، يراعي جميع النفوس، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نعم. فلذلك تجد جبر الخواطر موجود جدا في حجة النبي عليه الصلاة والسلام، لمن يتابع ويبدأ يمسك أحاديث الحج ويطلع منها كيف النبي جبر الخواطر لكل الناس، الأعراب اللي جاء عليه الجبة المضمخة، المرة اللي قالت له ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. عروة بن مضرس الطائي لما جاء وفاته يوم عرفة هكذا يظن، قال: لا ترى أدركت ولا عليك. هذه كلها جبر لمين؟ جبر لخواطر هؤلاء الناس. فضل. نعم. إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا الجماع. بس نعم، كل شيء إلا
إلا الجماع. نعم. فبلغ ذلك اليهود فقالوا شبهتهم دحضت الآن. الشبهة اللي كان هم العمل اللي كان فيهم وأثر على الصحابة دحض الآن. نعم. فقالوا ما يريد هذا الرجل إلا أن يخالفنا أي شيء. إحنا لا يا أخي ولا يريد أن يخالفهم. هذا دين الله عز وجل. هذا دين الله. يريد أن يبين هذا الدين. لا تبينونه للناس ولا تكتمونه. فبدل أن يرجع عن ضلالهم وغيهم لما شبهتهم دحضت ونجا منها المسلمون ومن تأثيرها ما قال لك ما يشوف اللي يخالفنا يخالفنا. نعم. ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا به فجاء. وهذا من فوائده أن مخالفة اليهود والنصارى فيما دل عليه الدليل في مخالفتهم ديانة وعقيدة، ومنها هذه الأعياد، ومنها هذه الأعياد بل أعظمها. وهؤلاء يحتفلون بمن؟ تحتفل بابن الإله أم تحتفل بالإله؟ بل أنا أفيدكم فائدة عظيمة. النصارى فيما بينهم يكفر بعضهم بعضا. في مصر يوجد نصارى كثر، لكن الأرثوذكس هم الطائفة الغالبة، وبعدين في كاثوليك في بروتستانت إلى غير ذلك. فقام القسيس وقال اسمعوا، أريد أن أقول لكم شيئا. أي واحد يروح يحضر احتفالات البروتستانت هيكون ملوش مناولة معانا، يعني مش هدخل الجنة خلاص، دان يدخل الجنة. فإن يسوع حتى قال ولو يقولون يسوع ما تصدقوا، يسوعهم غير يسوعنا. فهم يكفروا بعضهم بعضا، وانت راح تقول له هابي نيو كريسمس وعيد ميلاد مجيد. أنت تكذب القرآن من حيث لا تدري. القرآن قال هذا تولد في الصيف، وأنت بتحتفل بفين؟ في الشتاء. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، وفي رواية الساقط وفي رواية يساقط. والرطب يا أهل الرطب متى تكون؟ في عز الصيف، مش في ديسمبر. فإذا كان هذا شأنهم مع بعضهم، بل قال أحد القسس كل شجرة ما تسمى بالكريسماس تري أو شجرة الميلاد قال كلها وثنية لا علاقة للنصرانية بها. كل قلد وثنية، النجمة والجرس وكذا، قلد كل هذه أصولها أصول وثنية. نعم. فجاءوا سيد بن حضير وعبد. وهذا من فوائده أيها الكرام أيها الكرام الفضلاء، أن أفضل ما تواجه به الشبهات العلم. العلم لا بالمضاربات، لا بالعلم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، العلم. ولذلك أفضل ما تنفق فيه الأعمار طلب العلم أفضل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما عند أحمد والبخاري وغيرهما، قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. قال أهل العلم فلربما تجد إنسانا صحيحا لكنه ليس له وقت فراغ، مشغول بالأرزاق والبزنس ولا ما عنده وقت. وربما تجد إنسانا لا شغل له لكن تجده مريضا، إما بأمراض البدن أو بأمراض القلوب. فاغتنم خمسا قبل خمسا، صحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك، فلا يضيع الوقت. ولذلك ابن هبير الوزير يقول والوقت أغلى ما عنيت به وأراه أيسر ما عليك يضيع. ابن هبير وزير جمع بين الوزارة والفقه، يقول والوقت أغلى ما عنيت به وأراه أيسر ما عليك يضيع. فرصة عندنا في اليوم 1441 دقيقة، يعني 24 ساعة، ولا يجد فيها بعض الناس 20 دقيقة ليقرأ جزء من القرآن. والمحروم من حرم. والله تعجبني الكلمة دي للشيخ الخضير حقيقة. أنا أنصحكم بقناة الشيخ الخضير على اليوتيوب اللي مسوي بعض الطلاب والمقاطع الجميلة للشيخ حقيقة.
يعني مع ما جمع الله له من العلم لكنه مربي. يقول رجل 20 سنة يصلي على الكرسي، لما جاءت العرضة قام نقز معاهم حتى قال له الناس يا فلان، قال والله ما أدري ما الذي أقامني أنا، قال ما أنا نفسي ماني داري وإيش اللي قومني، لكني قمت، قال أنا نفسي ماني داري إيش اللي قومني. هذا علامة القلب شيخ. أيوة نعم، قالها الشيخ، هذا مرض في مرض القلوب، الله يعافينا وإياكم من أمراض القلوب، نسأل الله ستره والعافية. إن وجدت هذا القلب أخي الحبيب يجعلك تشمئز من الخير وتفرح بالشر، فاعلم أني وإياك لابد أن نعالج هذا القلب. وإذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. أحد الناس من الدعاء في أوغندا يترجم للدعاة العرب 20-30 سنة داعية في أوغندا، يترجم كذا من قرية القرية على هالموتور سايكل موتوسيكل هذا الدباب. توفي قبل بضعة أيام، كان مع أحد الدعاة من العرب وذاهبون إلى قرية لدعوتهم، وكأنه دبر لهم ذلك ليل إن طلعت عليهم ركشة اللي يسمى تكتب في بعض الركشة عارفينا، وطلع عليهم إيش موتور سايكل آخر فاعترض طريقهم، فقام أخونا سبحان الله وهو الذي كان يقود، فسبحان الله من شدة الضربة والصدمة طار ونزل على رأسه ونجى الذي معه، يعني صدمات وكدمات لكن يلحق إلى الله عز وجل، الله يرحمه رحمة واسعة. أسلم على يديه كثر من الناس، ما عرف إلا كما يعني حكى لي الأخ عنه سبحان الله. وقد يقول لما كنت في أوغندا وكذا لقيته وكان يصحبني في الدعوة، قال فالحمد لله يعني لقي الله على هذا، على هذا الختام الحسن، وهو في طريقهم إلى دعوة غير المسلمين. نعم. فجاءوا سيد بن حضير وعباد بن بشر. نعم. فقال يا رسول الله. وسيد بن الحضير هذا الذي كان يقرأ في سورة الكهف حتى تنزلت الملائكة لقراءته، والنبي يقول اقرأوا سيد، اقرأوا سيد، اقرأوا سيد، ليش ما كملت؟ لو كملت لنزلت الملائكة يصافحون الناس في الطرقات في المدينة. وأما عباد بن بشر فهذا أحد العينين، تعرفون قصة عمار بن ياسر وعباد بن بشر في حراسة الثغر، إنما النبي لما نزل كده في غزاة فقال من يحرس لنا الثغر هذا، قال الاثنين قاموا الاثنين عباد وعمار، فقال عباد لعمار تأخذ أول، قال لا خذ أنت الأول ونأخذ آخر الليل، فقام عباد يقرأ القرآن، يقرأ فرموه بماذا؟ بسهم فسله وكمل قرايته، ورموا بالثاني، رموا بالثالث، والجرح يثعب دما، فما كان منه إلا أن أكمل الصلاة خفيفة وبعدين سلم وأيقظ عمار، قال يغفر الله لك، ليش من الأول ما أيقظتني؟ قال والله كنت في سورة فخشيت أن أقطعها، عايش مع القرآن، مش كنت في مقطع فخشيت أن أتركه. ويك 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 دجاجة رايحة ودجاجة جاية، طفشت الناس في المسجد يا أخي. طيب يا أخي رن مرة يا أخي، وتصلي جنب بعض الناس كيك كيك كيك، ده كله لي حقة الواتس. طيب يا أخي مرة اثنين ثلاثة يا أخي اطلع قفك يا أخي، ما تأذيني أنا، أنت عارف أنك أنت الآن بتخرجني من إيش؟ من الخشوع. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، خلاص قفل يا أخي، يجوز هنا الحركة أنك تطلع وتقفل، لا عشان يكون كونكشن حتى في الصلاة متابع على طول، وأول ما غلقت الصلاة أول شيء ماذا يفعل الناس تغلقوا الصلاة؟ أنا أبغاكم تعملوا كده استبيان نظري كده، تتجول بنظرك في مين لما رحم الله، أول شيء يقوم طلع إيش؟ طلع الجوال، وكأنه يقول يا أخي والله الصلاة دي حتى يا أخي قطعتنا من الجوال، حيجيك ملك الموت يقطعك من الدنيا كلها، سيقطع عليك كل اللذائذ وكل الشهوات، جزاك الله خير، وإيش تستفيد يا أخي؟ يا خلاص أنت لو دخل على شريف من الأشراف أو دخل على وجيه من الوجهاء أو غني من الأغنياء لك عنده إيش؟ لك عنده حاجة، وين بتحط الجوال؟ وين بتحط الجوال؟ بتلمي في السيارة أو تحطه في وضع الطيران أو وضع الصامت في جيبك،
احد الاخواننا الفارماسيست الصيدلي، قلت لي اخي انا ابغى اسالك بس، اذا دخلت على الدكتور عشان يعمل له تسويق ليش للمنتج، الجوال كيف حاله؟ قال الجوال على وضع الطيران في السياره او في جيبي. قال احنا ما نصدق الدكتور يدينا ايش موعد عشان اعرض عليه المنتج عشان اعمل تارجت، انا عن مطلوب مني اخر الشهر مبلغ وقدره مبيعات، اذا ما سويته اتاثر بالبونص. قلت له مين العام بونص ده؟ قال البونص اللي هو الفوائد اللي بيجي لك على البيع، الراتب مثلا يكون 5000 لكن عندك بونص كل 100000 2%، يسموه ايش هذا؟ يسموه ايش؟ انتنسيف، او يسموه بونص، او يسموه تيبس، يدخل لك كده في حسابك. قال كده حتقسع معانا، واحنا اغلب شغلنا على البوانس، هذا طبعا جمع انجليزي، هذا بونص تجمع على بوانس. قال احنا شغلنا كله على البوانس، هذا اهم شغل عندنا البوانس، ان يجمع بوانس كثيره نهايه ايش؟ نهايه السنه. طيب واذا ما جمعتش البوانس والقوانص؟ طبعا القوانص في الدجاج لغه عربيه، اي شيء يصح. قال والله بدون تحذير وكذا ممكن يعدون ايش؟ ترمينيتد، يفصلونا من فين؟ من العمل. طيب ما تبغى تنفصل من جبار السماوات والارض يا اخي؟ تخرج من الصلاه، حيمر معانا ان شاء الله في كتابنا الماتع الوابل الصيب، عشرها ربع ويطلع منها ولا حصل ولا شيء. ما تأسى على مثل هذا، تدخل قالبا وليس قلبا. نعم. فقال يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا. شفت ازاي؟ إذا الإنسان يتأثر بالشبهات. نعم، والمخرج منها سؤال أهل العلم. تتأثر بالشبهات بالذات مع هالجوالات، كل يوم مقطع رايح مقطع جاي، مقطع رايح مقطع. مرات تكون حتى في مجموعة مع الأهل، ما أنك مع ناس غرباء، لكن منهم من هو إيش؟ مشوش الذهن والعياذ بالله، يقوم باعت لك. إيش المخرج منها؟ سؤال أهل العلم. نعم. فلا نجامعهن، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه جواز أن يتمعر وجه الإنسان إذا افتري على الله بالكذب. وكان النبي عليه الصلاة والسلام بأبي وأمي أشد حياء من البكر والعذراء في خدرها، لكن إذا انتهكت محارم الله كأنما فقئ في وجهه حب الرمان، وجهه يحمر من شدة إيش؟ الغضب صلى الله عليه وسلم. نعم. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا اللي يسموه الآن البادي لانجوج، لغة إيش؟ لغة الجسد. ما هذا دورة كبيرة ياخذوها وياخذوا منها فلوس وكذا، اسمها ايش؟ لغة الجسد، يعمل لك تحليل للشخصية من خلال لغة ايش؟ من خلال لغة الجسد. فمعروف ان يحدث مثل هذا، تغير هذا دلالة على ماذا؟ دلالة على الغضب، وعكسه انك انت لما تبتسم دلالة على ماذا؟ على الرضا والفرح. نعم. حتى ظننا أن قد وجد عليهما. يا الله، شوف، وهذا فيه بعض الناس يقول لك يا أخي أنت زعلان إحنا عملنا إيش. لا يا أخي، صاحب القلب السليم يحزن إذا انتهكت محارم الله عز وجل، واللي قلبه ميت المسألة عنده إيش؟ عادية. قال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن والمنافق، أن المؤمن إذا أذنب الذنب كأنه جبل جاثم على صدره، والمنافق كأنها ذبابة. يا رجال رب غفور رحيم، هو ما قالها إيقانا بها، قال عشان بس يصرفك، فهمتني؟ يطقطق عليك بس. الله، فحنا عارفين الله غفور رحيم، بس انك انت تعرفنا، لكن انت كمل الآية، نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. لابد تكون عندك موازنة، أن تعبد الله خوفا ورجاء، ورأس الطائر المحبة، هذه ثلاثية الأهل السنة والجماعة، لا حرورية الخوارج بالخوف، ولا مرجئة المرجئة بالرجاء، ولا زندقة الصوفية بماذا؟ أحبه لا خوفا من ناره، ولا طمعا فيه، ولا طمعا في جنته. هذا هو ديننا أيها الكرام الفضلاء، دين عنده موازنة وعنده اتزان، وعدم غلو وعدم جفاء، ولا تطرف ولا إرهاب ولا شيء من هالكلام أبدا، عياذا بالله. نعم. فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأرسل في آثارهما فسقاهما. يا سلام، ليطيب النفس، أنني ما وجدت عليكما، أنني ما وجدت عليكما، إنما وجدت على هؤلاء اليهود، علي من الله ما
ما يستحقون الذين يبدلون نعمة الله كفرا ويحلون قومهم دار البوار. وهذا فيه أيضا تطيب النفوس وجبر الخواطر بالهدية وإن كانت مزقة من لبن. وهذا أيضا فيه أن النبي يحب إيش؟ اللبن. وكل ما ذكر من كلمة اللبن في القرآن والسنة وكلام الفقهاء يقصد به ما نسميه الآن إحنا إيش؟ الحليب. نسميه الآن إحنا نحن الحليب. نعم. فعرف أن لم يجد عليهما. يا سلام. نعم. واللبيب بالإشارة يفهمه. نعم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله. جزاك الله خير.